السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو حبيت نقدم لكم واحد الفيديو لطفل صغير في عمره 8 سنوات على ما أظن، يجيد أكثر من 8 لغات، مصاب بالتوحد مسكين ويجيد أكثر من 8 لغات. شاهد الفيديو. Tagesstopp, ich habe das dies nur der Anfang ist und das Algerien als der Test ausgedrückt. لغات ألمانية، إسبانية أو حتى عبرية كانت، هي لغات يجيدها بامتياز الطفل عبد الرحمن المصاب بالتوحد بولاية عامة، قدرات اكتسبها دون أن يتعلم من أحد، وهكذا اكتشفها والده. هو بدا يتعلم اللغات من التلفزيون، بدا كان يدير البروغرام تاع التلفزيون كيفاش يمشي، كان يدير باللغات يديرها باللغات كيما كيبقى يمشي فيها تاع الصون تاع كذا تاع كذا، وكان يتبع الرسوم المتحركة هذا انت كيما كان صغير، وكي جا عنده 3 سنين كان ينطق باللغة الإنجليزية، وأنا ما كنتش عابي لها، أنا ما كنتش عارف باللي راه ينطق باللغة الإنجليزية. دخلت لواحد المكتبة قعدت نشري في واحد الصوالح تما حديث مع واحد الطلبة ثم قال لي انت السيد راه يهضر باللغة الإنجليزية، قلت له ما عجبنيش انه يهضر باللغة الإنجليزية، كان صغير ما عرفتش انا. احنا نتمنى ان شاء الله احنا درنا كيما هكا باهي يشوفوا له القضية نتاعه، هو ولا هو كاع الناس اللي راهم كاع كيما هكا في حالة كيما هو، اللي يكون ما قراش واش يتبع ما دوك راه مريح وما تخرج من المدرسة. 1 2 3 4. مرافقة ورعاية خاصة لعبد الرحمن من عائلته بعد اكتشاف الموهبة التي يتمتع بها، هنا مع جدته التي يعطيها الحساب بكل اللغات التي اكتسبها. احسب بالروسية عاديم دفا تري شبيري جيت شيست سيفن وسن ديرت ديست، عربية انجليزية فرنسية تركية هندية صينية يابانية و برتغالية إسبانية. ما تعلم غير هاد اللغات اللي يقراها من جاهم له ربي الروح، احنا ما قريناه ما وصلناه القراية جابها له ربي وهبة من عنده، ما لقيناش احنا معاه صعوبات رانا نتبعوا فيه هكا بالمحاولة نحاولوا فيه ما نضربوه ما نقهروه ما ننهروه ما اللي طلبها نديروها له، واللي فدها انا حتى اللي فدها في الحال تخلصوها بغاطة عالية ولا رخيصة. إسبانية 1 2 3 4 5 6 7 8. قدرات هائلة لعبد الرحمن في نطق الكلمات بأكثر من 8 لغات، وأمل عائلته إيجاد من يتكفل به ويطور مهاراته.